ابن عساكر هو علي بن الحسن بن هبه الله بن عبد الله الامام الحافظ الكبير المحدث صاحب كتاب تاريخ دمشق لم يكن في زمانه احفظ ولا اعرف بالرجال منه لما حملت به امه راى والده في المنام انه يولد لك ولد يحيي الله به السنه توفي رحمه الله سنه احدى وسبعين وخمسمائه من الهجره